بسم الله الرحمن الرحيم. عملية تركيب صاروخ الكوبرا المضاد للطيران. صاروخ كوبرا عيار 2. صاروخ كوبرا عيار 2. هذا رقمه من 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 الجيش الأسدي مو هيك؟ نعم. دقيقة الآن تصور عملية تركيب بالبداية. أول شيء شو بدنا نعمل أبو جعفر؟ أول شيء بدنا ننزع أبطية التماسات عن الصاروخ وعن آلية الإطلاق. تغطية التماسات. تغطية التماسات عن الصاروخ. هاي بتجي هيك تغطية التماسات. هيك بيجي الصاروخ. هيك بيجي الصاروخ. نعم. نزع تغطية التماسات. أيوة. عن الصاروخ ونزع تغطية التماسات عن الإطلاق. أيوة. تركيب آلية الإطلاق على الصاروخ. هاي آلية الإطلاق. هاي آلية الإطلاق. نعم. تركيب على الصاروخ. أحمل الصاروخ على كتف. رفع السدادة. رفع الضوء. دقيقة لنصبر السدادة والضوء من ثاني طرف. هاي بدنا نرفع هاي. رفع السدادة ورفع الضوء. بعدين نعم. نزع السدادة الأمامية. نعم. طريقة الإطلاق. بعد تشغيل منبع التغذية الأرضي. منبع التغذية الأرضي. منبع التغذية الأرضي. هاي هي. هاي منبع التغذية الأرضي. نعم. تشغيل منبع التغذية. تسديد على الطيران. كيف طريقة تشغيل منبع التغذية الأرضي؟ طريقة تشغيل منبع التغذية الأرضي فتح الحنفية باتجاه اليسار. باتجاه اليسار مبين هون في سهم. باتجاه السهم يعني. باتجاه السهم. نعم. تسديد على الطائرات. طريقة تسديد. طريقة تسديد. تسديد على الطائرات. فوهة الصاروخ على مؤخرة الطائرة. أيوة. على العدم تبع الطائرة. نعم. بعد تشغيل منبع التغذية الأرضي يقوم صاروخ بالشو اسمه بالدوران المحرك تبعه. يعني بيعطي إشارة إنه اشتغل المحرك. نعم. اشتغل الصاروخ. نعم. يقوم الصاروخ بالتقاط الحرارة الناتجة من الطيارة من العادم. أيوة. عرفتم؟ عندها يقوم الضوء بالشو اسمه الاشتعال بشكل متواصل والزمور صوت قوي بشكل متواصل. بعدها أيوة. يقوم التسديد. بعدها يقوم الرامي بالتسديد بشكل جيد. مثلث نقطة أولى نقطة ثانية بطن الهدف. نعم. بعدها يقوم بضغط بنصف ضغطة غير كامنة. عندما يكون جاهز ومسدد بشكل في المدى المضبوط في المدى المجدي. عندما يكون في المدى المجدي ومسدد بشكل دقيق يقوم بالضغطة الثانية يقوم وعملية إطلاق الصاروخ. بتتم عملية الإطلاق. تتم عملية إطلاق الصاروخ. ونحن هنا في رؤوس الجبال كي نكون بعيدين عن المدن والمناطق المأهولة في السكان كي لا يتضرر مننا أي شخص وكي لا يكون ولا يكون مبرر للنظام لقصف المدن والمناطق المأهولة بالسكان. الله يعطيك العافية. عافاك الله. كان معكم المكتب الإعلامي للواء 313/20/11/2012. وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.